أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية أن نائب المرشد العام القائم بأعماله إبراهيم منير قرر رسميا إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادا لما وصف بمخالفتهم للائحة أو للائحة الجماعة الداخلية. وتضم لائحة القيادات الموقوفين الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف. كما تضم قائمة الموقوفين عضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك وعضو الشورى العام رجب البنا. وقد أوضحت المصادر أن قرار منير جاء بناء على مخالفات للائحة الواردة في مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام بشأن مخالفات تنظيمية وإدارية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أجرت انتخابات داخلية في دول عدة اعتمدها القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير ورفضت نتائجها قيادات محسوبة على جبهة محمود حسين. في المقابل فإن همام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين وأحد الستة الموقوفين بقرار القائم بأعمال المرشد العام بعث رسالة إلى منير يطلب فيها تدارك ما عده مخالفة للأطر المؤسسية. وطلب همام بعقد اجتماع عاجل لمجلس الشورى العام بصفته المؤسسية الشورية أو بصفته المؤسسة الشورية الأعلى للجماعة لمناقشة الأمر، نافيا التمسك بأي مناصب ومبديا استعداده لتسليم مهامه إلى مكتب منتخب جديد، واصفا المكتب الذي آلت إليه الانتخابات الأخيرة بأنه مطعون في شرعيته. وللحديث عن التغييرات داخل جماعة الإخوان ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول المهندس أسامة سليمان عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين. لكن دعونا ابتداء المشاهدين الكرام نوضح أننا تواصلنا مع الأعضاء الستة الموقوفين لكنهم اعتذروا عن عدم الظهور وما زالت الدعوة مفتوحة لهم جميعا للرد والتعقيب في المسائية خلال الأيام المقبلة. باشمهندس أسامة أهلا بك معنا مرة أخرى. فكرة أن أحد الموقوفين الستة اتهم أنه الانتخابات وما حدث فيها أنها بها الكثير من الشوائب، قال أنها بها أكثر من 80 طعن، وبالتالي هذه انتخابات مطعون في شرعيتها ويجب العودة لمؤسسات الجماعة الشورية لاتخاذ موقف حيال هذه الطعون. هل هذا الأمر صحيح وحقيقي أم لا؟ حقيقي أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بك يا استاذ احمد وبمشاهديك الكرام وبكل من يهتم بهذا الامر. اختصارا شديدا فيما يخص الانتخابات، نعلم جميعا ان كل مؤسسات الجامعه قد حددت لجنه للانتخابات وحددت لجنه للطعون، وان قرار لجنه الطعون قرار نهائي وبات، وان لجنه الطعون التي اطلعت على 53 طعن قسمتها إلى 4 مجموعات واختصت هي وحدها بمجموعة واحدة وبتت فيها بشكل نهائي، وبالتالي فبعد لجنة الطعون التي اتفقت عليها كل مؤسسات الجماعة أن قراراتها نهائية قد حسم الأمر تماما فيما يخص انتخابات تركيا. وكل ما يشاع بأي شكل من الأشكال هو محاولة بائسة لوقف عمليات التطوير وتصحيح والإجراءات التصحيحية التي يقوم بها فضيلة نائب المرشد والقائم بعمله حفاظا على هذه الجماعة المباركة واستمرارا لمسيرتها رغم الظروف والأزمات والصعوبات التي تمر بها الجماعة في الداخل والخارج. باشمهندس أسامة، هل لديك، بما أن كثير من الناس من يتابعنا لعله ليس على علم بالتفاصيل ما يحدث داخل الجماعة بإجراءاتها بمؤسساتها، لكن فكرة أن يحال 6 من كبار قادة الجماعة وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين إلى التحقيق، يعني ما الذي يعني فعلوا هؤلاء الستة لكي يحالوا للتحقيق؟ هل لديك معلومات؟ دعني أقول لك أن بيان الذي أصدره فضيلة القائم بالأعمال الأستاذ إبراهيم منير تحديدا هو أمر طبيعي يجري في كل مناحي أي عمل جماعي وأي مؤسسة وأي تنظيم،
وجماعه الاخوان المسلمين. هذا عرف موجود، بل ان البعض من هؤلاء السته والكثير من الاخوان يطلب التحقيق معه، لان التحقيق في ذاته ليس ادانه، بل هو استشفاف وهو استعلام لامر ما قد يضع بعض من الاخوان في محل شبهه. وبالتالي التحقيق اما ان من يحقق معه يتم تبرئه ذمته ويخرج بريئا من هذا، وهذا ما نتمناه جميعا، وبالتالي يرد له اعتباره. اما بقاء شكاوى او شواهد سواء كانت صحيحه او غير صحيحه، وشكاوى سواء كانت صحيحه او غير صحيحه تدور في فلك بعض الاشخاص، سيظل هذا الامر مرهون بهذا الشخص دون ما اي تحقق. وبالتالي التحقيق الذي اراده فضيله الاستاذ ما هو الا تحقق من شواهد وشكاوى. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يتم تبرئه الجميع، وان يرد الاعتبار لاي شخص ايا كان في هذه الجماعه، لكنه امر طبيعي. لكن ما جعل فضيلة الأستاذ إبراهيم منير أن يقوم بهذا الأمر أن وصلته مجموعة من الشكاوى، هناك بعض الشواهد ارتآها هو والغير أنها محاولات تحاول المس أو تحاول إفساد العلاقة بين مؤسسات الجماعة وبين نائب المرشد والقائم بعمله، وبالتالي وجب التحقق من هذه الشواهد، هل هي صحيحة أم غير صحيحة، وهل فاعلوها هم من ورد في بشأنهم التحقيق أو غيرهم أي الآخر. وهذا ما سنراه في الأيام اللاحقة وفق ما تقرره لجنة التحقيق المشكلة بمعرفة مجلس الشورى. طيب هذه القيادات هل بالفعل عملت على عدم تسليم القيادة المنتخبة ملفات مهمة داخل الجماعة، منها مثلا الملف المالي ودعم المؤسسات، الملف القانوني وتوفيق أوضاع العالقين، وملفات لجان بعض المكاتب واللجان التخصصية؟ هل هذا صحيح باشمهندس؟ يعني أنت تتحدث عن تركيا والمكتب الإداري في تركيا، أم تتحدث عن الملفات التي تخص القضية المصرية؟ فهذا شأن وهذا شأن آخر. إذا كنت تتحدث عن الشأن المصريين في تركيا فهذا أمر ما زالت يحاول المكتب السابق الاستناد إلى الرابطة في أنها صاحبة القرار في هذا الأمر، وهذا أمر مستغرب على الجماعة وعلى أدبيات وأعراف الجماعة. إذا صدر قرار من المرشد العام أو من ينيبه كفضيلة القائم بالأعمال الأستاذ إبراهيم منير، فوجبت على كل مؤسسات الجماعة أن تعتمد هذه النتيجة طالما قد اعتمدها، وليس هذا فيه فردية، ولكن هو وهيئته التي تقوم مقام مكتب الإرشاد قد رأت ما رأت في النتيجة، وقد احترمت ما أقرته لجنة نعم. الطعون التي صدرت من مؤسسات الجماعة دون استثناء. لكن حتى على مستوى انتخابات تركيا، هل هذه القيادات بشكل أو بآخر أو المسؤول منها عن العمل في تركيا قام بتسليم الملفات التي بحوزته للقيادة الجديدة المنتخبة؟ فيما أعلم أنه حتى تاريخه لم يتم عملية التسليم والتسلم بين المكتب السابق وبين المكتب اللاحق، لاعتبارات قد تكون أحد الادعاءات التي كان بسببها اجراء التحقيق. انا قبل الهواء مباشره قرات على احد المواقع الاخباريه ان هناك اتهامات في الذمم الماليه لبعض القيادات الموقوفه والمحاله للتحقيق، ما مدى دقه هذه الاخبار باشمهندس؟ فيما اعلم تماما انه ليس صحيحا البته في شان كل اخ من الاخوان السته، وهم لهم اعتبارهم. قد يكون هناك بعض الشكاوى التي وردت لفضيلة الأستاذ، لكن فيما أعلم أن الادعاءات المرفوعة أو الموجهة ليس فيها أي ذمة مالية أو أي سلوك مالي فيما يخص مجموعة الإخوان الستة. طب يعني اسمح لي سؤال قبل أن أنتقل لنقاط أخرى، ما الذي يجعل مجموعة من قيادات الإخوان في حجم محمود حسين والحداد، ومع يعني احترامنا طبعا لألقابهم أمام يوسف إلى آخره، ألا يقوموا بالتعاون مع الإدارة الجديدة أو مع الإدارة الحالية حتى تحت قيادة إبراهيم منير؟ هذا هو يعني قد يكون صلب الموضوع، نحن بنحاول أن يكون هناك صيانة لحقوق الأفراد وحقوق القيادات وتماسك جماعة الإخوان المسلمين في الظروف المربية، وبالتالي عندما تتباين وجهات النظر أو تتباين الرؤى
بين مسؤولين أو بين قيادات، يجب أن نخضع جميعا لما تقرره الشورى وما تقرره المؤسسية، وأن الجماعة ليس لها إلا رأس واحدة وهي القيادة المعتمدة التي أقرتها أو أقرتها المؤسسة العليا في الشورية وهي مجلس الشورى العام، أن الأستاذ إبراهيم منير هو نائب المرشد وهو القائم بعمله، وبالتالي التباين قد يكون مقبولا عندما نتبادل وجهات النظر في الرأي والرأي الآخر، لكن عندما نكون حريصين على أن يكون هناك رؤية واحدة وهناك فريق واحد وهناك عمل منظم وهناك قيادة واحدة، لا يجب أبدا أن تكون هذه مشكلة. قد يكون عند الدكتور محمود حسين أمر ما عندما أعفى الأستاذ إبراهيم منير الدكتور محمود من منصب الأمين العام، وأنه لا يوجد في اللائحة أصلا منصب اسمه الأمين العام، والكل يعلم أنه في أي عمل جماعي أو في أي منظمة أو في أي مؤسسة الأمين العام هي معنى سكرتارية أو حفظ محاضر وحقوق وآخره، وليست منصب أو مسؤولية يتم الانتخاب عليها أو إلى آخره. وبالتالي فكرة التمسك بمنصب الأمين العام قد تكون إحدى الإشكاليات بين الدكتور محمود مع قيادة الجماعة وهو الأستاذ إبراهيم منير. طيب ابقى معي باشمهندس، أعود إليك، بالتأكيد لدينا بعض الأسئلة الأخرى، لكن لإثراء النقاش ينضم إلينا عبر الإنترنت من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. دكتور عصام أهلا بك معنا، أبقيناك كثيرا للحقيقة فأنا أسف على ذلك، لكن استمعت حضرتك لما ذكره البشمهندس أسامة سليمان، ولعل البعض هنا يطرح سؤال: ما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ هناك انتخابات، يبدو هناك قيادات جديدة، قيادات قديمة تحول للتحقيق، هل ذلك كله يصب في صالح الجماعة، في صالح تطور هذه الجماعة والذهاب خطوات إلى الأمام، أم على العكس يصب في مسألة ما يقال على أن جماعة الإخوان المسلمين حدث فيها انقسام خطير لن يستطيع أحد إصلاحه بشكل أو بآخر على الأقل في المستقبل القريب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية لحضرتك والتحية لكل المشاهدين والتحية للمهندس أسامة سليمان. لا، أنا وجهة نظري أن ما يحدث الآن يصب في الأخير في صالح جماعة الإخوان المسلمين، لأن في النهاية رافض التغيير أعتقد أن العدد يتقلص، القدرة على التأثير أيضا تتقلص، قد تكون هناك أزمة الآن ويمكن وصفها بالأزمة الكبيرة ولكنها ليست بالأزمة الخطيرة، أزمة كبيرة لأن هناك رفض من مجموعة فعلا مهمة ومؤثرة من القيادات كان لها دور كبير في جماعة الإخوان المسلمين خلال العشر إن لم يكن العشرين عاما الأخيرة، وبالتالي إحالتهم للتحقيق من شأنه أن يثير الكثير من القلق والكثير من التوتر لدى المحسوبين على الجماعة ولدى المتابعين لشأن الجماعة بدرجة أساسية. ولكن ابتداء كما أشار المهندس أسامة أو كما تشير الكثير من التفاصيل والمعلومات، هناك ملفات عالقة وهذه الملفات العالقة تحتاج إلى حسم، هناك 6 ملفات على الأقل عالقة وتحتاج إلى حسم، الخلاف حولها يعني لن أتحدث عن فكرة عدم التمسك بالمناصب والحرص على التمسك بالمناصب والحرص على التمسك باللوائح، لا، هو ليس تمسكا باللوائح حتى لو كانت هذه اللوائح غير جديرة بإدارة المرحلة أو غير قابلة لإدارة المرحلة، فلا مجال للحديث عن تمسك بلوائح أثبت فشلها أو أثبت التمسك بها فشلها خلال السنوات العشر الماضية. الملفات الأساسية هو ملف نقل الملفات، ملفات العمل سواء العمل السياسي، العمل الاقتصادي، العمل الإداري، العمل التنظيمي. نقل الصلاحيات الإدارية هذا ملف آخر شديد الأهمية. الملف الثالث نقل إدارة الجمعيات والمؤسسات التي يمتلكها بعض الشخصيات المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين سواء وتحديدا داخل تركيا. المعروف أنه يتم إنشاء عدد كبير من المؤسسات أو عدد من الكيانات التي يطار من خلالها شأن الجماعة في أي قطر من الأقطار، هذه الكيانات أو هذه الجمعيات تؤسس بأسماء أشخاص وبالتالي ليست ملكا لهم ولكنها ملك بالأساس لهذا الكيان، وفي حال نقل الإدارة إلى فريق جديد أو إدارة جديدة فمن المنطق يقول أنه تنقل ملكية وصلاحية وإدارة مثل هذه الكيانات وهذه الجمعيات إلى الإدارة الجديدة. الملف الرابع المهم هو الملف المالي، وأعتقد أيضا أن الحديث عن شبهات مالية حتى لو لم تثبت أو لم تصدر بعض التصريحات الرسمية من هنا أو هناك ولكنه محل جدير بالاهتمام، لأن في النهاية هناك الكثير من الأخبار المتداولة والمعلومات التي تنقل من هنا وهناك حول وجود شبهات فساد مالي، البعض يتحفظ على استخدام هذه الكلمة ولكن في الأخير لا تخرج يعني لا يخرج دخان دون نار كما يقولون،
والأمر يحتاج بالفعل إلى مزيد من المعلومات، مزيد من الدقة ومزيد من الأمانة، إذا كان الجميع ممن يتحدثون الآن من أي جبهة من الجبهات حريصون على مستقبل هذه الجماعة. الملف الآخر المهم من وجهة نظري هو ملف التواصل مع الحكومة التركية، باعتبار أنه في النهاية هذه الانتخابات تتم على الأرض التركية، وهذه الانتخابات تتمت على 3 مستويات: مستوى الشعب أولا، أو شورى الشعب، ثم شورى المناطق، ثم شورى القطر. وبموجب هذه الانتخابات تم اختيار مكتب جديد، مكتب إداري جديد. هذا المكتب الجديد أفرز أسماء جديدة، أسماء جديدة كان من شأن الأسماء التي تم الإفراز عنها أو أفرزتها هذه العملية الانتخابية هو وجود، يعني بناء على معلومات شخصية، وجود عودة شبابية إلى الجماعة بعد أن عزف شباب الجماعة في عدد أو نسبة لا بأس بها من شباب الجماعة عن الانخراط في مهامها وفي نشاطاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة نعم داخل تركيا على الأقل، نتيجة بعض الممارسات وبعض السياسات. هذه الأمور يجب أن ينظر إليها في السياق أن الخط العام داخل الإخوان المسلمين في تركيا، وخاصة من قطاعات شبابها، تتجه نحو أو تؤمن وتباد وتدافع عن قضية التغيير. وبالتالي إذا كانت هناك بعض القيادات التي تقف في هذه المرحلة ضد هذه السياسات أو ضد هذه الموجة من التحول، أعتقد أن عليها أن تراجع الكثير من السلبيات، الإجراءات التي اتسمت بالفعل بالسلبية خلال السنوات الخمس الماضية، وتحتاج إلى روح جديدة ودماء جديدة تحافظ على هذا الكيان باعتباره أحد أهم مكونات الحياة السياسية في مصر. طيب باشمهندس أسامة، ودعني أستفيد يعني من صراحتك، أنتوا عندكم في الإخوان دولة عميقة، يعني هل الإجراءات الأخيرة ديت وتحويل عدد من قيادات الإخوان على رأسهم الدكتور محمود حسين الأمين السابق للجماعة هو يعني الوقوف ضد ما يعرف بالدولة العميقة داخل الإخوان التي في يدها كل ملفات ومفاتيح الجماعة وأموال الجماعة إلى آخره، وهذه القرارات للقضاء على ما يعرف بالدولة العميقة داخل الجماعة، أم أن هذا الطرح غير صحيح يعني؟ يعني أنا أعتقد فيما أعلم من داخل الجماعة أن فكرة أو استخدام مصطلح الدولة العميقة يعني يشوبه كثير من الخطأ وليس صحيحا، بقدر ما أن وهذه هي الحقائق، الأزمة التي تمر بها الجماعة والظروف الصعبة التي يمر بها الإخوان المسلمين أفرادا ومؤسسات سواء في داخل مصر أو في خارجها هي ما أدت لمثل هذه التباينات الموجودة بين الإخوان المسلمين بعضهم البعض. قد يكون الجمود اللي حدث خلال السنوات السابقة أدى إلى عدم رضا من الصف الإخواني عن الأداء في ملفات مهمة كان ينبغي للجماعة أن تتفرغ لها وتبذل قصارى جهدها فيها، يقابلها حالة من حالات الرضا نراها الآن في الصف الإخواني مع عملية الحراك الذي حدث في خلال الفترة الشهور السابقة، وعمليات تجديد الدماء، وعملية احتضان الشباب والكفاءات أصحاب القدرات العالية للقيام بملفات فنية لا تكون موقوفة على عدد محدود من الإخوان، من الأفراد الإخوان، رغم أدائهم بأي كان الشكل، كان مقبول أو غير مقبول، لكن عملية التغيير وعملية الحراك وعملية فك الجمود اللي موجود في الجماعة هذا هو ما يرغب فيه الأعمال مع هيئته التي تقوم مقام مكتب الشباب. لكن باشمهندس، تعتقد أن الموقوفون الستة قيادات الإخوان هيرضخوا لمسألة التحقيق، أم من الممكن أن يكون لهم رأي آخر ونرى جماعة أخرى للإخوان المسلمين تسمى الإخوان المسلمين جبهة محمود حسين مثلا، يعني هل يعني نرى أكثر من جماعة، جماعة محمود حسين الإخوان، محمود حسين الإخوان إبراهيم منير، أم أن هذا السيناريو بعيد يعني؟ هذه الجماعة كمثل أي جماعة منظمة أو لها مؤسسات، ولابد أن يقطع أفرادها طالما التزموا بالانتماء لهذه الجماعة إلى ما تقره المؤسسات. وبصفة نائب المرشد هو المؤسسة الأولى أو المؤسسة العليا في جماعة الإخوان المسلمين، وهو من قرر القرارات بعينها، فعلى من يخالفها وجب التحقيق معه، فإن رادق لهذا التحقيق سواء التحقيق برأه أو أدانه فهو يدعو إلى الخروج من الجماعة.
وأحسب أن الجماعة مرت بظروف مشابهة كثيرة منذ الإمام البنا كمؤسس للجماعة مع وكيل الجماعة نفسه الشيخ أحمد السكري إلى آخره، التاريخ طويل، لكن بقيت الجماعة وذهب الأفراد. وفضيلة القائم بالأعمال أو الإخوان الستة لا نشخصن الأمور بأي حجم من الأحوال، ولكنها جماعة. أنت أخطأت فيجب أن يكون هناك مساءلة، إن ثبت في حقك الخطأ فوجب أن يكون هناك نعم عقاب يناسب هذا الخطأ، وإن لم يثبت هذا الخطأ فوجب تبرئتك ورد اعتبارك من قبل الجماعة لهذا الأخ الذي تم التحقيق معه. هذه أصول للعمل الجماعي، إن ارتضاها الفرد فأهلا وسهلا به، أيا كان أسامة أو زيد أو عبيد، إن رفضها أسامة فعلى أسامة أن يبحث عن جهة أخرى. أما هذا السيناريو كونه أو يعني أنا أحاول أن أستبعد أن يحدث مثل هذا السيناريو بأي شكل من الأشكال، وأطمئن أن القرارات التي أخذها الأستاذ إبراهيم قرارات مؤسسية، قرارات شورية يراجع فيها مؤسسات الجماعة، وبالتالي فأنا أطمئن الإخوان المسلمين ومحبين الإخوان المسلمين أن الجماعة تسير في اتجاه صحيح، وهذا القرار وقرارات أخرى إنما هي للحفاظ على تماسك الجماعة وعلى لحمة الجماعة وعلى أن تسير في تمام. تحقيق الغايات والمهام المطلوبة منها. كون هذا الشخص أو ذاك الشخص يرضى بهذا أو لا يرضى بهذا، فهذا لا يعيق أداء الجماعة ولا يوقف الجماعة عن أداء مسارها الطبيعي الذي يجب أن تكون عليه في الفترة المقبلة. طيب دكتور عصام، البعض يقول بغض النظر عما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة أدت دورها، فقدت فاعليتها بشكل أو بآخر، ليس حتى على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الكثير من الأقطار العربية والإسلامية، ويجب أن ينتهي ما يعرف بتيار الإسلام السياسي أو جماعة الإخوان المسلمين هنا في هذه اللحظة. هذا أفيد لمشروعهم وأفيد يعني حتى للأمة بأكملها. تعتقد أن هذا صحيح دكتور؟ طيب، يعني اسمح لي بس بتعليق صغير قبل الإجابة على هذا السؤال. يعني أنا أختلف مع المهندس أسامة سليمان عندما قال أنه لا توجد مصطلح دولة عميقة داخل الإخوان المسلمين. لا، هناك دولة عميقة داخل الإخوان المسلمين، هناك مجموعة من الشخصيات، مجموعة من الأطراف شديدة التأثير داخل الجماعة لسنوات ممتدة، وبالتالي تحاول أن تفرض سيطرتها الكاملة على كل منشطات وممارسات الجماعة. والدولة العميقة داخل الإخوان المسلمين ليست وليدة اليوم أو وليدة العام الماضي أو وليدة انتخابات 2015، ولكنها وليدة مرحلة التسعينات على الأقل. وبالتالي الدولة العميقة ما زالت تؤثر في مفاصل الجماعة وحركتها، بل وتعوق في كثير من الأحيان هذه الحركة. هذا جانب. الجانب الآخر، السنوات الثمان الماضية كشفت عن قضية في غاية الأهمية والخطورة من وجهة نظري، وهي قضية أن من يتحكم في التمويل داخل الجماعة الإخوان المسلمين يتحكم في الجماعة، وهذه إشكالية كارثية، إشكالية كارثية لمستقبل جماعة بحجم جماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي عندما يتم عندما تبرز أربع إشكاليات: إثارة ورقة اللوائح، إثارة ورقة عدم المناصب وعدم الحفاظ على المناصب، إثارة قضية الإخوان المسلمين ككيان مهم وضرورة الحفاظ على هذا الكيان، إثارة قضية أن كل طرف من الأطراف المتنافسة بين قوسين المتصارعة بمنتهى الوضوح قضية أن معه الشرعية استنادا إلى ما يبرر به هذه الشرعية. كل هذه الأمور من وجهة نظري إذا كان هناك حرص حقيقي على مستقبل هذه الجماعة فيجب الآن القبول بما آلت إليه نتائج انتخابات شورى الدولة في شورى القطر في تركيا، لأكثر من اعتبار أنها لأول على سأل أن هذه الانتخابات كم يعني المردودات التي ترتبت عليها خلال الشهرين الماضيين، وخاصة أن الانتخابات تمت في أغسطس سبتمبر، خلقت روحا جديدة بين الكثير من أبناء الجماعة الذين خرجوا منها وتركوها وعادوا إلى حضنها من جديد دفاعا عما يعتبرونه كيانهم الوحيد والرئيسي. الحديث عن إشكالية التيار الإسلامي السياسي وأنه ليست مرحلته دكتور، يعني أنا بقى لي معك 30 ثانية، أنا مش عارف ممكن تجمل في 30 ثانية ولا ده صعب طبعا. تفضل حضرتك. لا، في 30 ثانية، لا في 30 ثانية ممكن أقول. الحديث عن فكرة انتهاء تيار الإسلام السياسي غير وارد بالمطلق بالمطلق، لأن فكرة التيار، أنت تتحدث عن تيار يعني جماعات وحركات لها قواعد حقيقية داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وهذه القواعد وهذه الامتدادات من شأنها أن تعيد بناء نفسها وبناء الكيانات التي تعبر عنها باعتبارها أيضا تعبر عن مرجعية حقيقية لأغلب الشعوب العربية والإسلامية، بغض النظر عن السلبيات التي ارتكبتها بعض الجماعات أو الأخطاء التي مارستها خلال السنوات الماضية. طيب باشمهندس أسامة، في 30 ثانية، الجماعة أصابتها شيخوخة هكذا يقول البعض بغض النظر عن هذه الانتخابات إلى ماذا ستؤول،
لن تكون فعالة ولن تعود جماعة الإخوان المسلمين كما كانت سابقا لأسباب كثيرة، إلى أي مدى هذا القول صحيح؟ يعني أحسب أن الجامعة تحتاج إلى إجراءات تصحيحية، أحسب أن القائم بالأعمال الأستاذ بريمنيور اتخذ بعض هذه الإجراءات التصحيحية، أحسب أن الجماعة في مثل هذه الأزمات قد عاشتها من قبل وخرجت منها أقوى وأشد، أحسب أن الجماعة تحتاج إلى قيادة مرنة متزنة تستطيع أن تتعامل مع هذه الأحداث. وأظن أن احنا عشنا مع المرشد الأسبق الأستاذ عمر التلمساني ما قام به، نحتاج إلى قيادة حكيمة تستطيع أن تتعامل مع هذه الأزمات، وسواء مع النظام المصري مع غير النظام المصري، مع الأوضاع الداخلية، مع تماسك الجماعة، مع الحفاظ على التنظيم، مع الحفاظ على مؤسسات الجماعة، مع احتضان الشباب، مع لم الشمل، مع تفعيل كل الكفاءات الموجودة. كل هذه الأمور إذا ما تمت فأحسب أن الجماعة ستقلل من فترة نهوضها وقيامها بما ينبغي أن تقوم به من مهام عليا، وهي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحسب أن ضغط أفرادها يمنحها من أن توضع في هذا السيناريو الذي طرحته أنت. شكرا جزيلا لك. مهندس أسامة سليمان، عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والذي كان معي عبر الإنترنت من إسطنبول. شكرا جزيلا لك دكتور، وأنوه مرة أخرى أننا منفتحون.